أبراج حلت عليهم ليلة القدر في الساعات اللي فاتت. ملكة الفلك جاكلين عقيقي تكشف عن ملوك الأبراج الأكثر حظا. توقعت ملكة الفلك الشهيرة جاكلين عقيقي مستقبل بعض الأبراج في شهر مايو ويونيو ويوليو، وفي هذه السطور هنقدم لكم أبرز هذه التوقعات. أول حاجة برج الجدي، شهر مايو والشهور القادمة بالنسبة له وفقا لتوقعات جاكلين عقيقي هيكون هو على موعد مع الحظ المطلق، ويجد الظروف مناسبة للانطلاق لتحسين واقعه المهني والعملي، ويقف في منتصف الطريق وهو بيحاول الصعود بسرعة للقمة. هيعمل بقوة وثبات ويستطيع أن يحقق دخل مادي جيد، يحصل على أموال ما كانش بيتوقعها، ممكن ميراث، ممكن أمر طارئ، وحاول القيام بمشروع صغير يحقق جزء من طموحه. كمان برج الثور هتتحسن ظروفه المالية والمادية أكثر مما كان يتوقع. هتكون الأشهر الأخيرة من السنة مليئة بالنشاط والعمل المثمر اللي بيزيد من دخله المادي ويحقق له أرباح كويسة قوي. برج الجوزاء هيزدهر وضعه المالي ويعمل مشاريع، يعني تتخذ هذه المشاريع بتاعته بعد جديد، ويجد أمامه كثير من المتطلبات وتضحيات عشان يتسلق سلم النجاح. يحصل على حقوقه اللي كانت على وشك الضياع، وينجز عمل مبدع ينال تقدير الجميع، ويجد بعد ذلك النجاح الباهر على كافة الأصعدة. أما السرطان هيقوم بشراكة عمل ناجحة مع أحد المستثمرين الأصدقاء في محاولة لتحسين وضعه المالي. ربما يجد فرصة مالية جيدة يستطيع من خلالها القفز الأعلى بمستواه المادي، ويجد الخير والنجاح. تبقى الأمور المهنية زي ما هي، مش زي ما هو بيتمناها، ويبذل جهود كبيرة عشان يحسن وضعه المهني، ويكون على موعد لاتخاذ قرارات مهنية حاسمة وهامة لا يمكن تأجيلها، ولازم يستخدم الحكمة والعقلانية. أما الأسد يحصل على أموال لم يكن يتوقعها، ويقع عقد جديد للبدء بمشروع جديد، وينجح في إنجاز الكثير من المهام اللي تؤدي لزيادة دخله المادي. ينظر للمستقبل بعين الرضا ويتأكد من أن كل وسائل النجاح أمامه، وما عليه إلا أن يخطو الخطوة الأولى ويحاول تطبيق أفكار جديدة ومتطورة. أما الميزان هيكون أمامه فرصة ربح أو مكافأة مادية، عليه التركيز عليها ومعرفة طريق الوصول إليها لأنها من حقه. هيجد نفسه غارق في رغبات متناقضة ولا يعرف ما يريد في المجال المهني، لكن شعوره بالمسؤولية تجاه أسرته وواجباته نحوها يجعله ينهض ويبتعد عن تلك الحالة ويتخلص من الإحباط والكآبة. أما العقرب يقف الحظ بجانبه لبدء في عمل مهم كان أجله عدة مرات، وهيجد الربح المادي الجيد بعد تنفيذه، يجد النجاح أمامه وحتى أخطاءه لا تؤثر عليه. اغتنم هذه الفترة وابدأ بتنفيذ المشروع اللي انت خططت ليه مستقبلا.